أهلا وسهلا فيكن بكلنا بالهوا سوا episode 12. episode 12. اليوم معنا guest شفتوه على TV مش من زمان. من كم نهار بنعده يمكن عايد واحدة أو إذا تعوقت نزل episode عايد تام. الجست تبعنا اسمها لارا بو عبدو. لارا بو عبدو is a singer, performer, songwriter ولا بعد؟ songwriter. And Lara has been on The Voice France وكسرت الأراضي on The Voice France. الأبسود اليوم رح نحكي عن كل شيء عملته من وقت ما بلشت غنى لهلا, كيف فتت على The Voice France وكل شيء عم تفكر تعمله لبعدين. أهلا وسهلا فيك لارا. بدي علق على الماشين كتير حلوة. مرسي. لارا, أول شيء it's nice to see you back. سالي زمان مش شايفك. أنا بعرفك من الميوزيك سكول تبع خيي. كنت أنت عم تتعلمي عند خيي. مزبوط. Are you still taking classes هلا or not anymore? Not with music factory. Okay. So أنت أول شيء بلشت غنى من أي عمر؟ 12 تقريبا. كيف تبلشت غنى؟ Funny story. في احكي بالعربي ما هيك؟ اكيد عربي انجلش كله بيمشي. اوكي جريت. كنت عم غني بالحمام, ضهرت من الحمام. سمعتني اختي and she was like بتفكري تغني تصيري سوبر ستار على كبر وهيك, وكلها برمت براسي فجأة. انا ما عن جد ما كنت بعرف انه صوتي حلو. مشيت شعرات وعملت يوتيوب عشان صرت غني مع ودغري اول ما عرفوا انه اهلي صوتي حلو وهيك صرت غني بالمدرسة دغري حطوني بمزار شاهين, صرت غني روح وكذا, يو بي اوتدورز. يعني كان شيء سوبر سوبر حلو ودغري اوت اوف ذا بلو يعني. اوكي من هون بلشت كل شيء الخبريه. واي عمر بلشت انه اي عمر رحت يو بي اوتدورز؟ 12 ذات السنه. شو دقيقه شو حلو حلو انه في كتير عالم بيقدموا يو بي اوتدورز ما بينقبلوا. ما كنت مع فول باند اور ماينس 1 عم تغني؟ لا لحالي. اوكي حلو, بس جبت رفيقتي لانه صوتها كمان كان حلو, قلت لها تطلع تغني. اوكي وشو غنيتي؟ كم غنيه غنيتي؟ غنينا a good 20 minutes. وعلى اي ستيج؟ تبع الزو ولا الصغير؟ لا ولا الكبير اللي بالنص على الجازون. اوكي كثير حلو. و do you play any instrument? I do. اوكي بيانو وشوية جيتار عم بتعلم لحالي. كنت بلشت كلاسز بس مورا الكوفيد وكذا. اوكي وبيانو تعلمتي؟ تعلمت بس هلا صدق على السما. اوكي حلو. انا زيت شيء بس انا بس احسن على التعليم. انت اول امتى اي سنه بلشت تاخذي انت مزار شاهين بلشت تاخذي كلاسز هونيك؟ يس على 12. يس اند ذن اي ديد انت هونيك؟ لا اخ ايه شي سنه. Okay, and then why did you leave? You know, مش لأنه بالعكس مزار شاهين they were great, بس أكيد كل singer أو كل artist بيضلوا يبرم 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 تكن لقى هو وين بيرتاح. Okay. يعني أنا من كل ما حرحت عليه كتير تعلمت وكتير تحسنت, إن كان مزار شاهين, إن كان music factory, إن كان مع رحت مسرفاتوار ما حبيت. Okay. إيه لأنه ما بفتكر بيعلموك اللي أنت بدك إياه. هو أنا بفضل لازم أصلاً بلش أتعلم كلاسيكال وهالحركات يعني, بس it's not me. It's okay. not me. لا عم تقولي لازم أتعلم؟ بحس إنه it's better for my technique يعني. أتعلم شوية أوبرا كأنه you know. You can benefit from those لأنه هيدو هن التكنيكس الصح بالغناء. بس okay. So أنت you took vocal lessons, من بعدها أنت قررت تروح على The Voice or هني دقوليك أو فيك تخبري هالشي ولا بعد؟ لا خلاص. أوكي. ما بقى عندك ولا كونترا ولا شيء أبدا؟ لا خلاص كتير مني. How did it happen من الأول للآخر؟ مين منيح مش منيح؟ صار في أحكي بلا لازم أحكي بليز gossip time tea time go. Actually هني حكيونا على الانستغرام, حدا اسمه سارة حكيتنا وما أنجا يعني بتعرف هول 300 followers بيكونوا هني they recruit they search for people وهيك. وأنا بالأول صراحة I was it was a bluff for me. أكيد كانوا عم بيتسألوا أو إنه في حدا عامل fake account. بعدين did you answer I answered by about one week.
قلت لا لازم رد. اوكي. انه بركي لا انه شو بخسر. اوكي. اوكي انه تبعت لي من هير ميل من ميل الشركة يا اخي. صح. بس شو قالت لك هاي؟ بونجور جو مابيل سارا بوشرو جو ترافاي او كوتي دو برونو بيربريس كازا مثلا. قلت لها بونجور وي كازا اكيد ايم انترستد if you can send me more details وهيك I'll give you a call هيدا if you can send me your number وكذا. اوكي. هي قالت لك هيك؟ ايه. اكيد مش انت شادق الى فرنسا هلا. اوكي. يعني حتى لو مزبوطة الخبرية ودي فويس ما كنت حدق. اوكي. فلقت لي قالت لي you have كتير عندك auditions تقدميها بس نحنا we liked your voice وانا شو كنت حاطة two videos on Instagram. يعني انا شخص ابدا ما انا active على السوشيال ميديا. اوكي. بس حبوني من ورا فيديو كنت حطيته من سنتين. حلو اوكي. هلا شافوها. شافوها كنت عامله منشن لدو فويس بس انه اي واز انه اوكي منشن. اوكي. حلو اوكي. ايه فدقوا لي وقالوا لي اوكي عندك several auditions بدك تعمليهم. اول audition ابعث لهم كذا فيديوز. تالت وصلت على تالت audition البرودكشن كله قدامي. عندك برينو قدامي. وانت هونيك؟ لا انا بلبنان. اونلاين؟ اونلاين. لا other coaches غير عالم من البرودكشن. It's by the way the voice كل شيء إلا fake. أنا كنت أقول إنه أوكي كلها تمثيلي وياك. It's not. عن جد it's not. يعني. بس هيدول هن ال coaches اللي هلا بوجهن هن غير coach يعني مش مثل American Idol بيكونوا مثلا إيه غير عالم كليا هن اللي خصن بال the voice هدول لي coaches the voice. عم برجع عيش ال. أنا تليفوني اللي. يعني يا ريت في حتى وانشر عرضهم مش طبيعي. سوري ما لحقنا اليوم. You have one job. سوري. سو كنا اللي عم نحكي انه الفريق اللي بيكون هو دايركتينج الاوديشنز ما خصهم بالكوتشز. الكوتشز يعني هن موظفين كايند اوف هن الموظفين اللي بيطلعوا على التي في رايت او عم بقول كلمه مش م... انه ايه هن كرو. غير كرو. ايه بس مش هن اللي بيعملوا كل شيء. إيه؟ يعني مش انه بيكونوا عارفين انه اوكي لارا هلا رح تقدم the coaches don't know recruiters talent agents كل هيدول القصص. يعني the coaches ما بيعرفوا شيء until نهار البلايند اوديشن. funny story about the coaches في شيء بيعملوه alert a coach. شو يعني انت عم تتمشى من لاج الاج بدك تروح عندك تحمية عبوكة الصبح عندك كذا عندك كذا. الكوتشات كتير بيحبوا يتسائلوا طول كتير بيحبوا يتسائلوا سو بيصيروا بدون يتنقوزوا مين في بالهيدا. اول ما يعرف انه شو عندك بدي قرزية واقفة قدام كل باب اول ما يعرف انه في كوت جاية ليت اللي كأنه بتعرف السيران انه في شيء انه ايه بيصارخوا alert او كوتش. انا مرة كنت ظاهرة من اللاج كان في كوتش كان في فلوغان باني عم بتمشى ماشي زق يعني انكبوا علي تفوت او ماي جاد انكبوا علي تفوت على الحمام واتخبى حطوا شرشف فوق راسي تما يشوفوني. ايه ايه سوبر اوكي اتس نايس اتس نايس. لا ما بنعرف ذاتس ذا ثينج انه 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 وقت رحت انا على تبع لبنان ما في منا الاليرت او كوش لانه بيجي معوقين وننطر 20 ساعه بس انه اوكي and then وقفت قدام الكل كنت اونلاين كله كان اونلاين so I had more auditions than الباقي. يعني الباقي مثلا عنده 2 3 auditions 3 4 it depends on each person وين عايش شو عم يعمل okay. all videos انا cause since everything يعني عاده اخر audition الكل لازم يسافر يعمل انا my last audition was online what yes it was too complicated how many stages for me it was like 6 or 7 okay before how many stages they were live 3 اول 3 تبعت فيديوز اوكي لا تمانزي تمام اول شيء ولا واحده تمام اتجرس لا تبعت فيديوز تجا عندك انترفيو حكي انترفيو حكي انترفيو حكي اذر فيديوز اوكي ليست عن اغاني شو ممكن تغني كذا اوكي ذن يو هاف ا ميتينج لايف تحكي وتغني ومن بعد اللايف وتغني بدك ترجع تبعت فيديوز ترجع تبعت فيديوز ماشي قلت لك cause the last audition was supposed to be هونيك بس it wasn't for me it was here okay so I did like 6 or 7 so the first step you didn't do because they did it right yes okay انه هنا حكيونا يعني لا ما قدمت فيديوز لانه already هن تقدم لهم فيديوز or من بعد ما شافوا الفيديوز كمان
كله اتس يعني هو في 10,000 شخص بيقدم على The Voice منهم اخذوا 122 وانا كنت من بيناتهم. في خبرك باليو ما بعرف اذا حضرت الابيسود مع The Voice انا اوكي عندهم 1 year انت قبل بقديش عملت البلايند اوديشن؟ 3 شهر. كم شهر؟ جوان لا لا بلا انت صورتك اي شهر؟ نوفمبر بلا بجوان حكيونا جوان جوية اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر 5 اشهر هن السنة مجبورين يكونوا بال اي اكيد ويمكن ما ينقون اوكي and then so انت رحتي على عملت هدول الاوديشنز how did it go؟ سوبر كانوا كمخين ما هن forever هيك لا بس على الاوديشنز تيحطوك سو تاست اذا انت بتتحمل يعني شو برونو هو اساس ذا فويس فرنس اوكي فتت على زوم قال لي يلا عندك هالقد وقت بلشي توب قد ايه وقت؟ عندك هالغنيه بلشي انا اي بروبوز 3 سونجز اللي هن مو ماك اموا ان انجلش سكسي اند اي نو ات اكوستيك اوكي اند لي بيروت اوكي هيدول بلا انسترومنت بلا شيء اكابيلا طلبوا وان سونج اكابيلا والثاني اي كان مع عاده مع ميوزك اور انسترومنت اوكي حلو كان سوري بس حفاجي كيف كان ليتلي قاعد هيك مع سيجارة بإيده عم بيطلع على جنب أنا I was like look at me I'm singing okay أنه عاملة ستريس مثل وقتها رامي قادي بالفاينل تبع مش لأنه شي cause it's stressful it is أنه أنت you know that's the guy I want to impress exactly مش أنه سارة أو No offense سارة يعني أكيد ما حتفهم أصلا شو عم بحكي بس أنه مش أنه كأنه الريكروترز هو اللي بيقرر أنه يا إيه يا لا صح and he's like سيجارة أوكي وصلت لتاني غنية خلصت لي بيروت he was like okay stop and I had one more song to sing لازم تغني تو لازم تغني ثري لازم تغنيهم لثلاثة تون إيه وصلت على تاني غنية he was like okay stop يلا thank you bye أنا قلت أوكي راحت علينا راحت علينا Exactly. I was like, merci beaucoup. T'as fait le tertib. Chocolat, fraise, croissant. Oui. Okay. بقولوا لك bonjour ma bichette, bonjour mon chaton. طلع. هلا هي ما عم تفهم ما بتفهم فرنش بس انه bonjour beastie كان عامل. هاي بسالي. إيه if I was too nice بس انا قلت راحت علينا. Okay. من بعد ما خلصت الاوديشن they called me قالوا لي اوكي مش الحال. انا فكرت بقد ايه وقت؟ ثانية بعد 2 weeks. اوكي مش الحال انا قلت اوكي مش الحال اهلا وسهلا على التي في يعني ايه I'm like oh my god merci اوكي نو 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 je suis bouche bée بتعرفوا الحركات بعد شو بقولوا لي اوكي you still have one more step send more videos I'm like what كم فيديو بعتي in total like 6 اوكي ليك المايكروفون ما بيحبني اوكي اتس اوكي like 6 and فيكوا تحطوا سيلولاري سايلنت لا رح اكسره ألين لك في راس هو عم بيشتغل عليه إيه سوري إيه صراحة قلت وصلت لمرحلة عن جد كوز أدواز مش متعبة بس منتلي صعبة صح سوبر صعبة وتو ويكس وهلأ أو ماي جود هلأ غنيت لهم هلأ شو الفيديوز ببعت لي هنا ما بيقولوا لك أمتى بيجاوبوك it's not like okay in two days حندق لك ياس يعني وانت عارف you don't know أي ساعة تليفونك بدل مشرج وأنا إنسان ما بشرج تليفونه سوبر بده يضله مشرج ضله حد لو عندي بنص فحص بدي رد اخر همه ايه انه ذا فويس انه مش انه عم تحكي انه عندك هون تبع مارك تبع مارك هن دقوا له صح ايه ما بعرف يمكن ذات شيء بلا ذات شيء بس انه سيري مارك بيشرج سيري لا بس اخر مره دقوا لي اي واز لايك شو بعد في اوديشن كثير تلقمت عليهم بالغلط ايه انه قالوا لي اوكي مبروك I was like, no, شو مبروك, no, congrats, وهيك. قلت لهم شو بعد عندي أعمل. They're like, no, no, سافا يلا, منشوفك on November. طلعت هيك. قلت لهم شو يعني منشوفك on November. قالوا لي, no, you're in for the blinds. لا, I actually did not react that way. ليش؟ Opposite. Up. ما بدي. I was like, so shocked. I was like, عن جد. قلت لها بالعربي, قلت لها عن جد. قلت لها, pardon. قلت لها, Tu me dis la vérité. انه انبسط اللي منك مبسوطه ام لك انا مبسوطه وهون نزلوا الدموع وصرت عم مخيت وصرت عم فحش وما مفكرت مدري مين انتحر عندنا بالبنايه.
مام ذا فويس قلت لي شو كم اوديشن بعد عندي يا تعودي خلص صارت هيك الخبريه بالبيت ايه ومن هون قلعت يعني بس it was so difficult انه بتعرف انه بهيك اوضاع انا كتر خير الله I have supportive parents وهيك once you're not yet with يعني انت اذا بالبلايندز منك بعد من ذا فويس انه مش كل شيء بلايند اوديشنز بحطون على التي في باي ذا واي صح يعني اذا ما برموا لك حدا يا بحطوها يا لا انت وحظك صح so you're not part of the voice bot فما بيدفعوا شيء عنك صح بس انا دي asked me a question if you have someone you can you know be معهم تقعد معهم بهالوقت انا obviously I told them ايه تعلم الشانس عرفت كيف ما انا I have no one انا I have no كنت تقولي لا وكانوا دبروا لك لا ما كانوا دبروا لي بحس انه they would take it in consideration اذا في حدا تاني لبناني انه خلص اهين بتعرفت شيء اذا كان في حدا لبناني غير اكيد كان في ما عرفت بس ما عرفت قد ايه ما عرفت بس انه اكيد كان في اي اسك انه في لبناني قالوا انه انا اكيد كان في لبناني اوكي okay. so I was actually honored so انت الاولي انت الوحيده سوري قالوا لي I'm the youngest ever Lebanese to go حلو. so كثير انبسطت حلو. it was very nice حلو ايه. اوكي what was the hardest part by the fact انه انا اي يعني my answer is very clear in case انا بدي اروح لهونيك قبل البلايند من هون للبلايند انا my answer هي انه بدي احكي فرنساوي بلا تو mess up بس هذه هي مش هيك it's so hard no مش انه عم تحكي فرنساوي مع فرنسويه لا فرنسويه على تلفزيون فرنساوي وانا معوده احكي انجليزي وعربي وفرنش ان وان سنتنس ولو لو بدي احكي سيني كمان نحن اللبنانيه هيك بنخلط بالامور وبتعرف اوريدي براسك انه هن بيرفكت فرنش يعني صرت لهوني ما حدا صايب الفرنش من عندهم او انت في هيك في من كل شيء في من كل شيء بس الحلو انه كان في من غير جنسيات كمان اوكي يعني يا فدي ماروكان شويه عربي وكله بس بحب ان الكل بيقول ان شاء الله اوكي خلص صرت منهم بس شو انا واختي استلمناهم بشكل رحت انت واختي رحت مع العائله كلها لا ممنوع غير انا لو اي واز 18 حتى ممنوع حدا سافر معي ورا الكوفيد كان ممنوع وكان وقتها فول لوك داون بفرنس فول لوك داون ممنوع تتحرك اوكي فانا الف انا باي ذا واي ما كانوا عاطينا ماي فيزا برينو هو حكى السفاره الفرنسويه طب بالاخر قبله كان قالوا لك لا بس انت وقت تقدم الفيزا فيك تقولي انه انا عم اقدم كرمال دو فويس وعند الهيدا بس ما كان عم بيجاوب علي وما حتى كان بده يرده اوكي سوبر تاخر مش لا بس انه لانه لا خطره باي ذا واي لا بس ما كانوا حيعطوني اياها نهار التيكت اللي اشتريته اجتني الفيزا اوكي نهار سافرت ايه اوكي طيب يعني. اوكي وصلت على البلايند اوديشنز قبل البلايند اوديشنز بتقعدي مع التالنتس ولا ما حدا لحالك اور يعني انا بعرف من ماي مام انا ما كنت مع خيي بس انا بعرف من ماي مام كل التالنتس بيقعدوا سوا بزيت الاوضه بتكونوا ناطرين واحد يظهر واحد يفوت واحد يظهر واحد يفوت برمولك اما برمولك ما بتعرف حدا البلايندز اوكي انا اصلا كثير بحب اتعرف وجرب okay. بس انه عندك فول داي عندك 2 دايز بيفور عندك كمان ساوند تشيك عندك كذا which is very normal يعني اوكي okay. فبتعرف على كذا وكذا وكذا بس because of the covid كانت عملية غير okay. full on mask بس مهتمين كتير okay. بتعمل PCR كل مدري قد ايه يعني okay. شنو super منيح آلين ما قدمت على The Voice لأنه آلين بينعدوا يمكن مرتين ثلاثة عملت PCR وكل مرة تنشر عرض النورش اللي عم يعمل PCR لا أنا زي شبك مش قاصد هو وجهك انا سخت قد ما صرت عيني بي سي ار سو كثير مزعج بس اتس جود لانه بيعملوا لكم بابل بيصير بعدين انا خلص صرت اتنفس مزبوط اوكي خلص هيك نظيف من خاري اوكي ايه وبيعملوها دي دو ناغين بفرنسا من خارين اوكي نايس ميلتين حلو لا مش هيك يعني عشان تحس عم يعمل عملية قلب مفتوح يعني كل واحد يجي من ميله اوكي ايه فعندك فوق عندك كوتشنج كمان تحمي صوتك تفتح صوتك وما هيدا فبتتعرف على كم شخص بتتعرف على كم شخص وبس لا مش هيك يعني بيقعدوك بأوضة اسمها ماكومبا هن سموها ماكومبا بالماكومبا ما بتشوف حدا
okay. ما بتشوف ولا حدا, بتقعد لانت ترتاح, وبيكون في التالنتس اللي قبلك او اللي بعدك, بس انه سمول سيركل اوف تالنتس مش كتار يعني. فاول ما تظهر توصل على تقريبا اخر الاوديشن تبع اللي قبلك, فبتشوف على سكرينز من على سكرين من ورا, وانا مين كان في قبله حدا ما برموله. لا بالعكس, هي تبع all by myself. اوكي ايه اوكي اوكي. للي ما حضر الاوديشن شو اسمه؟ انيك. او ماي جاد, نيو رولز. بيلي ايليش. نيكي بلاك. ما بتعرف اوكي. نيكي بلاك. لا باك تو بلاك. باك تو بلاك. ايه صح 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 صح. امريكانية. إيه لا بس انا كان عندي هاتبع وهل طلعت برامولة اربعتون. ايه اوكي. فور تشيسترين. وانا شو انا عم غني غنية لبلدي, بس كمان اوت سوبر اوت اوف ماي كونفورت زون, وبعرف انه كيف في غنية احلى بكتير. How did you choose انه انا بدي نقي هالغنية, and when did you choose that, and why did you choose that؟ هلا صار فينا نحكي why. هو اصلا هو الواي قلتها وين ما كان. اوكي. انا انسان سوبر متعلق ببلده. اوكي. سأبيت كان بعد دغري من بعد الانفجار. اوكي. انا هون صرت لمرحله انه عن جد لبنان بلبنان اوكي صرنا معودين, بس وانس يور دير غير, اتس اذر فيلينج بعيد من بلدك حتى لو لجمعه وعم okay. تحكي عن بلدك, اتس ا هول اذر ستوري. فقررت انا اوكي سوبر خطيره, خصوصا انه حلم يعني بده فويس, بس خلص انه حغني هالغنيه. وعندت اوكي قلت لهم قالوا وات يو وانت سينج, قلت لهم لبيروت قالوا لي سوبر جريت ايديا, خصوصا مع ذا باك ستوري بتعرفوا الفرنسويه بحبوا الدراما قصة كل العالم وهيك. اوكي بس ات واز هن قالوا لي غني اللي بدك اياه, يعني هن قالوا لي غني اللي بدك اياه. قرات هالغنيه وانا عارفه انه اذا بنقل هالغنيه they're gonna choose my battle song based on this song. I don't know. لا أكيد إنه ما سمعوا غيرها. بس the fact إنه أنت قلت إنه أنا ما بغني عربي it's changed the whole thing. إيه بس أنا my type يعني أنا صوتي شوية pop rock. عطتني أمال غنية سوبر بتغفى. Okay. توناليتي أوطى من صوتي. Okay. مع شبان. Okay. Which is not my style. Okay. Which is not as well my comfort zone. كنت تعرفيها الغنية قبل؟ لا ما بعرف شيء. ما فيك تقولي شيء. ما فيك تقولي مثلا ما بدي هالغنية لا. أور بدنا نعلي الكي أور. I tried بس الشباب تطلع كتير عالي عليهم. صح أنت بتاكل الضرب يعني. من الكل ميلت ما كانت ظابطة. على أكيد it was a great experience وسوبر مبسوطة. وعارفة that the person that won deserve to win. بتعرفي مين ربح؟ لك الباتلز. اوكي. الضد. اوكي. The person who won. مين ربيح الأشقر؟ الأشقر نيكولا. اوكي. ايه he deserve to win بخصوص بهالباتلز لأنه I know it wasn't my best performance. اوكي. أنا البس المفقوسة أنه ما قدرت فرجة the true أنه my true potential على الستيج تبع the voice friends. اوكي. بعد ما وصلنا لهالشغل. So أنت رحت على البلايند أوديشنز وقلت بدي غني لبيروت. مزبوط. And طلعتي على ستيج. قدي كان ستريسفل لقليك أنه أوكي أنا معودي غني كل النهار بس مش معودي غني عربي على التيفي. This is what was going in your mind. I know. لا. تعرف ليش؟ ليش؟ Quick story again. Part 2. Yeah. دقت لي فيروز عم بس. دقت لي فيروز قلت لي ما بدي إياك تغني الغنية. حتنزعي لي. لا. قبل بنهار I was so sick. So sick بشكل يعني نمت بالباثتوب تبع الأوتيل وعيت بالمي. ليه؟ سوبر كنت مريض يعني وعيت بالليل. شو حطوا تلج يعني بال؟ لا حتى مي سخنة تأرتاح بس. أنت بس البنات فيك كنت تتحمى بمي سخنة ما بعرف كيف. كنت مريضة. أوكي. أوكي. Which is normal اتحمى بمي سخنة. أوكي. إيه فوعيت at 3 a.m. غير الستريس وهيك كنت سوبر مريضة وخفيت بالمي. خفيت بالماي وعيد بالماي. وصلت معوقة ساعة ونص. I still had ما في إذا حدا لاحظ أنا شعرك المنكش على التي في بالبلايندز. أنا ما تعلي. لا ما بلاحظ هالقصة صراحة. لا أنا. إيه. سو مهم صرت ساعة ونص معوقة سوبر مريضة. ستريسد. غنية ماني مرتاحة فيها.
قدام فلوغان باني ومارك لافوان. انا مارك لافوان صراحه انه مارك لافوان وصلت كان في all by myself قبل طجت لي هلاقي نوت قبل so I was like كله على بعضه بس هن التيم سوبر مهضومين سوبر يعني كتير princess و princess يعني okay. ايه وصلت وصلت على ستيج فتح الحيط هيك طلعت هيك oh my god هلأ صار وقت عن جد مش عم يزحوا معي I was like, can I go back please no please حدا يغني صرت عم بقول له please تعال غني محلي يعني مش okay. ماشي صرت على ستيج وانا خايفه اوقع عن ستيج اتجرس لبسه كعب انا ما بمشي بكعب عاده ماشي بكعب وخايفه اتفركش ومدري شو جاي عم بتنفس تصدقت ببلغم وبلشت الغنية جاي اعمل له هيك جات ذكرت انه لا انا ما فينا نرجع نعيد الغنية اذكركم اذنك شدي حالك اختنقي بسكوت عرفتي انه حتى لو بدك تموت لا اختنقي بسكوت ف وصلت بلش لبيروت كنت شو عم بالروف غير انه تصدقت I was so stressed ما حدا كان عم بيبرم لي ايه 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 بالاخر سكت عيوني وانا I did note out قصد انا ما كنت عملتها بالغنية قلت انه اوكي okay, they go for high notes بس اكيد they should go for low notes as well okay. So I did it وفجأة بشوف أنا شفت بس أمان ما شفت إنه فلوغان برام ما كنت مركزة براميت I was like yes queen okay. yes okay زبطت معنا okay like OG يعني إيه أوه ما بخبرك يعني الوجع كنت عم حسه بطل في وجع بس وصلت هنا بعدين بيروحوا بيعملوا لك تيستس تروح عم سيكولوجي هيك تحكي شوي سوبر برو سوبر برو سوبر برو بيعملوا لك تيستس عن your vitals ما شو بيقولوا التنسيون تبعولتك ضغط اوكي ايه قلت لي ليه ضغطك هالقد واطي انه عاده بيخلصوا وبرمولوا سوبر ايه انا وصلت لعندها عن جد كنت حغيب عن الوعي اوكي مع انه خلصت وخلصت يعني ايه فهي من اوكي وات واز اول شيء ذا رياكشن اللي انت شفتيها اون سوشيال ميديا whenever you did the song أكيد العجب كعجب ما حيعجب الكل. Okay. بس it was like 80% positive. Okay. عالم من فرنسا عم تبعت لي إنه عم يفكوا سوا إنه it was so sweet حتى إنه politicians كانوا عم يحكوني غنوة هل كنت أحضر أنا صغير يعني كله كان. غنوة عرفتيها غنوة. عرفت غنوة هي بتشجع الولاد وكذا. غنوة تبع الكازادو أم شيء هيك لا. معلوم ما في ذا كازادو. شيء غنوة هاي تبع الولاد. اوكي ايه انا ما كنت احضرها بس بعرف لا لبنانيز فرنش لا انه اتس ان فرنش فربانيز اوكي اه شو بده يعرفها اوكي كانت بالسعوديه بس بالعربي ايه بس اللي بيضحك صار البوليتيكال بارتيز ضد بعض سامي جميل حط لي ما اف ايم سبوز بس ما حاحكي شيء يعني. بس سامي جميل بوستد استوري انه يو موفد اس وكذا فجاه بتشوف خير بارتيس عم بيحكي انه you moved us more not you me انا ممنوع انا ممنوع احكي بالبوليتكس شيء خاصه بالبيت بوليتكس ممنوع بالبيت عن جد ممنوع فبي شاف قال لي ما بتردي رد باحترام بس that's it باحترام وسكر الموضوع اوكي هلا انا اللي شفته اللي بدي احكي عنه هو the negative comments اللي شفتهم على السوشيال ميديا وهيدول النيجاتيف كومنتس مش من ناس برا من لبنان. ناس بلبنان مزبوط Did you see any of the comments? Oh. Okay. What was the reaction you had when you saw the comments? As a 17? ايه 17 لا not yet بس انه as a بعد عمره 16 كيف كيف شو كيف بعد عمرك كيف بعد ما كبرت بعدني بسأل السؤال كل يوم okay. إذا أنا بتطلع بحالي one year ago كنت أكيد ضيقت أكتر okay. بس كل شخص بيقطع بقصص بيتعلم منها هي matures من وراء الإكسبرينسز اللي بعيشها والحلو إنه أهم شيء support
if you want to search, okay, the negative comments, if you search for them, you're gonna find them. Mm. The positive energy, they come to you. صح. So I learned to not search, okay, to not search. بس أكيد الإنسان عنده his curiosity بده يشوف وخصوصا بهيك موقف إنه تروح شوف ونبشو. أنا كنت بس عم بركز على العالم اللي كنت عم بتعطي constructive criticism and that's it. كل شيء إنه أنت ما بتسوى وأنت بتعمل تفضل طلع غني محلي. قبل ما تتفضل تعملي محلك شكرا. في عالم صاروا يعملوا كومنت ولو كيف بيطلعوا بتخل كيف يبرمولا مزبوط. كيف تغني هيك ما حدا بيسترجع يغني لفيروز وهذا الشيء قالوا لأمي by the way أكيد وأمك سوري بس أمه preaching who the fuck are you to understand music more than the coach of the voice اللي هو عجبه صوتها للارا you are no one بهالحالة فيك تعطي رأيك بس لأنه أنت قلت أنه وعم خصص أنه شباب يمكن 99.99% عم بيحكوا عن هيدا هن اللي عم بيحكوا بهالطريقة إذا الكوتش عجبوا صوته للارا الكوتش عجبوا صوته للارا she's in the competition إذا أنت قلت يا عيب الشوم كيف بيبرمولا شو هالصوت معقول كيف تسترجع تغني لفيروز أول شيء إنترنت ووريور قاعد على الكمبيوتر قاعد على الكرسي مادد كرشك لقدام عم تاكل doesn't make you someone with a valid argument on why Lara كان لازم يبربونا ولا لا hating is very easy بس it only shows what you're missing with confidence you're missing self-esteem you're missing a voice you're missing everything this is why تتهجم عحدا عمره 16 راح سافر لحاله على فرنسا عم بيغني غنية لبلده وانت خير همك بلدك while not singing الطريقة اللي هن بيغنوا فيها يعني هي ما بتغني عربي عم تغني عربي كرمال بلده وعلى التلفزيون بالفرنساوي قدام كوتشية بيفهمه بالموسيقى so I don't think برافو على لارا لأنه she doesn't get too hit by these comments أكيد الواحد أكيد بيتأثر بس برافو لأنه أنت قويت حالك وإخر همك هالعالم المائل عاز اللي بتسوى صرمية اللي عم بيحكوه برافو عن جد هيوج برافو وإن شاء الله هيدا المساج يوصل لكل شخص بيتأثر من مسج حدا قد النملة عم يعطي رأيه واو I love it okay we continue الموضوع okay So بهالفترة أنت تقويت الconfidence تبعك أو وطيت الconfidence تبعك من بعد ما برمولك للباتلز؟ إنه أكيد كل شخص بيبرمول الكوتشي أصلاً ما كان في reactions كنت خلصت باتل أوكي أنسى كل شيء عم نحكو بس وعطاك هيك أوكي So أنت من بعد البلايند أوديشن قد أخذ وقت للباتلز؟ 3 weeks 2 weeks اوكي وقد ايه عندك وقت تتمرن البات يعني امتين بيقولوا لك اوكي هالغنيه قبل ب 10 دقائق لا قبل بقليل بلا انا I was on the plane on my way to go there وقالوا لي شو الغنيه He didn't know the song no. okay you go there and then how much time do you spend with your coach training for the song less than 10 minutes لا اوكي هو في كمان كوتشي غير الكوتش اللي okay. يعني بمرنوك بحمولك صوتك بيشتغل بس أنا صار معي شيء بشيء إنه أمال عم تطلب شيء وقبل يعني نحنا ما كنا عارفين إنه هي بدها هالتايب إنه نحنا كنا عم نعطي شوية باور للغنية okay and she didn't want power any kind of power بدنا smoothness for 4 minutes it was حتى يعني عطتنا a song of 1 minute for 3 people okay انه عرفت انه قد ايه بدك تعطي وتفرجي من صوتك لتعطي وتفرجي so okay. it was really hard بس كان في دايما تشجيع من الكل يعني بس it was really hard يعني انا الباتلز for me it was harder than the blinds okay much harder خصوصا انه عندك وقت اكتر هنيك يعني انا قعدت بفرنسا تاني مره شهر اوكي okay. بس انت عم تدفع كل شيء لا For once you're in the competition, بدفع كل شيء. شو يعني كل شيء؟ Okay, so
سواء في كونترا قالين صار فيك تقدمي في راس يلا انا مش تعملوا لهم منشن وترجمه مش على هدول بارت لا عاد اصلا في احكي لك شيء اوتيل اذا انت عايش بعيد او ما عندك محل تقعد فيه اذا انت جاي من برا كل اللي عايشين بعيد من الاستوديو في اوتيل بس لدو فويس تايمز فبيدفعوا الاوتيل كنت تروح تجيب خيب اخذ خيب من هوني كل ما نزلت الاوتيل اوكي سوبر حلو بس مغيرين لا انا بعرفه من برا من جوا ما كان فينا نفوت سوبر حلو ستيل كله ميوزك واكشن وسوبر حلو اي وعلى الشخص بنهار مثلا بحق لك ب 15 يورو هن بيدفعوا عنك على الغداء او على العشاء وانت بتدفع الباقي فور اكزامبل اوكي ويتش از اوكي اند دي ريفوند اوكي دي ريفوند يعني سوبر سوبر جود ترانسبور هن بيدفعوا يعني كل شيء هن وبحق لك مثلا نحن 30 يورو بور موي ماسير بار جو وفي كتير محلات رخاص يعني سوبر رخاص المحلات يعني ما مرات ما حتى بتعوز 15 يورو غدا عشاء بس هل 15 يورو وعندهم ترويقه هن بالاوتيل اوكي عليهم سو ترويقه عليهم وغدا عشاء وانس يو ان ذا ستوديو كمان غدا عليهم هن بيجيبوا أوكي. باكس و... بهالشهر قد ايه رحت على الاستوديو يعني ربع الوقت نص الوقت ثلاث ارباع الوقت يعني كان عندي كتير وقت فراغ تبرمي باري قد ما بدك لا لا لانه كمان كان في المنع تجول قاعد بباري احسن تقعد ببيروت ايه بس لا اخر في اخر 2 ويكس كان في فتح في اوكي برايمارك روحوا على برايمارك اشتروا المحلات برايمارك بامستردام مش انه شيء بتجيبي كل شيء ب 100 يورو واو ايه شيء مش طبيعي ثاني بس ثاني سوري اخ سوبر وجعتني ما في حطيتهم اصلا حتى كان على التصوير اوكي حميد ده انت از ات نورمال ايه هي لانه من بعد ما تشيليهم تسمع ايه ليش هذه دود ياسمين عم بمزح بيرفكت بيت هلا بيرفكت بيتش ايه صح هلا خلصت مش الحال ارتاحي ده انت جو ايه سو رحتي على برايمارك اشتريت المحل الحلو انه كل نحن خصوصا صرنا كلوز مع كل القاعدين بالاوتيل اوكي كل ليله كل ليله نجتمع كلنا نحن كنا نجتمع بالشام خصوصا اين اوكي نوت ريليفنت بس انه قلت بقول ايه. جايبين جيتار وبتتعرف وكل يوم بنغني صرنا نعمل ماشاب لفيرو جاك واكلي دو لا ليون يعني هالقد وصلنا لدرجه بس كان في مثلا اخر طابق عالم مش من ذا فويس بالإنزعج ويدقوا لكم وخلاص وجيران بالآخر صار عنا بدي قردية يوقفونا يعني ماشي إنه بليز وطو صوتكم أو ممنوع تغني اليوم أو من بعد الساعة 9 ممنوع أو كذا لأنه سوبر نتساءل ونضحك ومنحط راب ومنحط وهالسنة بدو فويس كتير في من كل شيء باي ذا واي هالسنة بدو فويس ففي راب ما بعرف ما حضرتها كلها للسيزن بس في عالم عم يغنوا بالانجليزي صوتهم كتير قوي عادة صوتهم منيح وفي ناس صوتهم اوكي اكسبتاب بس هس بالانجليزي اي كومبليتلي اجري يعني في سميهم هلا انا اي هاف اورق ما حسمي اكيد لا بس اي هاف وينرز ان ماي هيد اي نو هوز غانا وين هلا وين صاروا هن عندهم تصوير السيمي فاينلز ليش اللايف مش لايف بلا لايف بس دمي فينا اللايف ايه دمي فينا الوطلو صوروا كي اوز وصوروا كي اوز هالجمعة عالتيفي وعندهم شي جديد هو الكونتر باتل ما بعرف شو اشرح فيها بس انه صار في مرحلة زيادة بدل النوك اوت بعد النوك اوت بعد في مرحلة هي سوبر معقدة يعني ما عارف رح نحضر عالتيفي ايه حضر وقت اوكي سو انت خلصتي من هالشغلة قبل ما وصلتي على النوك اوت على الباتلز تمرنتي يو دينت يعني انت ورايحة على الباتلز يو وات ديد يو سي تو يور سيلف ام غانا وين ام نوت غانا وين اور اي هاد نو اكسبكتيشنز لا بسيط لا فوت بنفسي انه ما حاربح وما غني منيح بس قلت خليني اعمل اللي احسن شي فيي اي ترايد اي انو كنت سوبر مفقود تلتتنا ما حدا مبسوط بالغنية بس انا اللي شفته as an expert بالك vocal coach you sang beautifully بس you sang the same things exactly هن بدهم اياهم هيك yes or ما في شيء بينعمل فيها الغنية ايه ليش لانه امال كانت عم تاخد وما تشبع talents هالسنة زادوا 2 talents
قدمة وصار في قدمة كتير غير الروز هالسنة. اخر تكة صار في 2 بلوكس وصار في يعني كتير هيك هالسنة كانت سوبر حلوة. وبعد بقول انه ما ندمن على شيء بس كان في شغلة ايه اكيد ضيقتنا I know انه لو مثلا انا وصلت للنوك اوت كنت فرجيت مين انا كنت غنيت كنت لانه انت بتنقي الغنية ايه اوكي هيدا الشيء سائل Exactly. ما هي ما خاص it's not صوتي كان بعقد بكلها صوتي كان بعقد بس the problem if she sang the same way another song كانوا عرفوا انه اه اوكي ليكو شو في عنا هالسيزن مش انه عنا بنت مهضومة عمرها 16 سنة جاي من لبنان صوتها كتير حلو عربي وغنوا لها غنية فرنسية وبتموت exactly they did not give me a powerful song مع انه هي غنت باورفل سونج بالاول مش هالقد بس انه فرجت انه عندي كايند اوف رينج حتى لو خلص مرت اجي اذا عملت ذا فويس انا رح كون كوتش رح انا هيك بدك تغني ذس جيرل از اوكي قبل ما نكمل بدك تغني وتدقي لنا على البيانو وتغني شيء ولا يور نوت ريدي ات اول بيانو غني بدك جيتار تغني بدك تغني لحالك مثل ما انت بدك شير بس انه مو انا اقول لك انت الدق اكيد فينا تزبط يلا كتير منيح ريكوردينج وهلا الست لارا قررت تغني غنية which is مفروض جاوب ايه ما اعمل درام رول ما بعرف اذا في ما عندك الماشين ايه بس ما في درام رول ولا في هذا درام رول بس كذا مرة اوكي لا اوكي House of the Rising Sun. Yeah. Thanks. Deux, trois. That's not an intro. There is. كتير منيح. Very very nice. This is the voice. This is what you missed. عن جد. فهمتوا شو شلته بين إيديكم. قبل ما أسألك what's next. إيه cheers. إذا بدكم ما عملنا episode الماضي drink of the episode. اليوم معنا sponsored by water. كيسك. بيان منيح الكاميرا. بيجوك سبونسرز ماي اي ماي من وين اللي بيشتريها بي اوكي قبل ما اسالك واتس نيكست انا عندي شيء اقوله كرمال اللي انت عملتيه بذا فويس فروم وات اي سي ات انسي باتلز هلا بلايند اوديشن يو بلايد ذا بيرفكت جيم
هن كتير بهمهم قصة وقدمتي لهم the perfect story برمولك. ومن هون ورايح what I saw قبل battles انه هلأ صار فيها تعمل كل شي بدأيه لانه قطعت اصعب part بالطريقة اللي هي بدأيها تينقوها. So this is what I saw. وحتى بالباتلز رح ينعرف انه اوكي كان في هيدي لارا وين راحت, خلينا نشوف وين صارت. في كتير عالم ما بيكملوا بذا فويس وبيضربوا ضربتهم بقوة وهيدا الشغل تبعك. رح أعطيك إكزامبل. مارك قطعك بستيج واحد, وين صار مارك؟ صار عم يغني بكل الأعراس بلبنان وبإيفنتات برا, وصار عنده his own company, وصار بأكبر entertainment company, مليون ألف شغلة. سو هلأ نوصل ل what's next for Lara. أول شيء بيك تنجح السجوند بريمير بريمير كوركشن باك. أوكي what's next for you and what do you see yourself doing in the near future? أوكي أكيد كليشي work. أوكي what do I mean by work؟ هلا I'm working on some original songs. Very nice. بس بتعرف بهيك أوضاع it's gonna be so hard. يعني okay. عندك كمان ميل الاقتصادية, بدك تعمل فيديو كليب مرتب مش حيالة شي. I wanna find my sound because okay. بالآخر I know that I'm young وبعرف عندك كل حياة قدامي and I'm still trying to find myself where I belong in this industry. Okay. I'm working on, it's gonna sound very cliche, but I am working on an Arabic song. Okay. For Beirut. Okay. Which is very nice. Okay. شوي صعب إلي بس it's very nice. طلع كثير حلو. مش غلط أبدا. والباقي حصير أعمل fusions بين mix بين English شوي قطع عربي. كيف بيعمل روجي أنا؟ هل ستيل بس I want to find my signature in my original songs that will be in English and I'm writing them. Okay. والمشكلة إنه أنا إنسان ما بيعرف كيف يكون على active على السوشيال ميديا. Okay. هي شيء كتير هين by the way. إيه بس يعني مش قصة خلق ولا جلد. أنا إنسان super hard worker. Okay. Super hard worker. بس I don't know. مثلا تيك توك I do not understand the concept of تيك توك. واحد he's flipping a crap. يوصل للمليونين. لأنه تيك توك معمول لحيالة فيديو ينشهر. بس it's someone working on a video for 3 and 5 hours. حرام. No. I don't know. Has. It is has. Okay. It is has. Any other competition in mind? حكيون competition. Mm. As like a competition. And a competition. Not now. Okay. لأنه I have so much to work on. يعني vocally speaking. إن كان هو for me someone who wants to ينجح بالindustry شخص مفروض يكون full package. Okay. For me, I want to be the best version of myself. Okay. حلو حدا يحكي هيك عن حاله by the way. لأنه مش كل العالم يعني العالم بيكبوا على الغير بس أنت عم تحكي عن حالك أنا which is great. Okay. Thank you. Okay. سوبر عم نبسط اليوم كتير compliments. كامل. عم بمزح. ما كتير تشد إيدك عم بمزح. لا for me مثلا أنا بدي أشتغل على جسمي. Okay. بدي أشتغل على صوتي. بدي أشتغل على درسي. كون متوازنة بكل شيء لأنه أهم شيء التوازن بالحياة يعني. صح. بس بذات الوقت عندي هالخوف بمحل ما لأنه you know خصوصا بهيك industry again عندك 50% of work and 50% of opportunities and chances. صح. So this is so scary for me. خصوصا أنه بعد مش عارفة شو بدي أعمل بعد هي مش 50-50 هي أنه تقريبا 80-20 إذا بدك أيها okay. الـ 80 الopportunity لا مش هالقد بحس مش 80 انا هذا هيك برايي كامل 70 بعطيك 13 في خبريه لا. تحت الطاوله بدنا نسمع ماشي هذا هو الحياه هذه هي الاندستري انه ايه مش هيك انه ما في اقول انه خلص انا ام غانا بي سينجينج ماي هول لايف وما فوت على الجامعه او ما اعمل او ما اعمل او اكيد اوكي وقلت لي حكيوك رح خبريك تهربي من هالخبر. ما في كده. لا ذكرت ما في. هذي رح نخليها مش رح نشيل. لا حكيوني. حتى كلمة حكيوني. حكيوني عن حبك. لا أفعل فيك تترك. أوكي مش مشكلة. في شيء أيو بي أودرز مين شيء كتير موضوع مثلا. صح خبر من حكيوني. أنا كمان. They are raising funds للريد كروس. هيك ما بعرف. أوكي. إيه فحيكون
بل ما بعرف إذا they're raising funds for Red Cross. قالوا لي في بدنا نشوف إذا فيك تعمل performance. هو شو عاملين؟ عاملين a concert, online concert. تدفعوا للدعاية. عم بمزح. They're gonna be كل شيء مصاري عم بيروح على هالconcert حيروح fund. حلو. هيدا حلو كتير. So it's very nice كمان. Very nice, very nice. فمينلي فيديو كليبس وكوفرز وهيك. هلا هلا coming soon. كتير منيح لارا, thank you so much for coming here. It was great seeing you back. I wish you عن جد a lot of hard working and not giving up and more self confidence and you can do whatever you want. هيدا non reaching higher level on the voice, everything happens for a reason. أكيد, I know that. Okay, so it's great. يعني فيك أنت توصلي على الستيب اللي وصلتي ويصير شيء أنت تكوني مشهورة أكثر من الربح والسيمي فاينل. So God's plan كل وقت بيزبط. أنا برأيي أكيد. عن جد نحن we're gonna support you. لو شو ما عملتي مثل ما قلت لك من الأول, it was an amazing episode. حبيت كتير هيك خبريات secrets على secrets على secrets. مش هخلي ولا competition ولا فيها أسرار. بعد في شغلة بس. يلا جو. أنا فتت على مارك لافوان بالحمام بالغلط. مضطرة أخبي الخبرية. It's so funny. قبل الباتلز كن دور ماي باتلز. فقد ما كنت ستريسي ركضت على الحمام. I was like please I have to go to the toilet. They were like okay go the hall yeah the hallway. أنا مش إنه في زلمة مرسوم على الباب, لا بدي فوت مكتوب بورقامي بس كنت سوبر إنه خلص محشورة. ما في مش حد البنات إنه قبيله بس خلص ما ركزت فتت. أوكي أوكي أول حمام فاضي, تاني حمام فاضي, لا بدي فوت على التاني إنه خلص أنا هيك طلع بالحمام. يا ريت هيك فتت. He was like تعرف هاللوك بس لو كنا عم بيبكي يعني which is great. اوكي سوري بالغلط. ايه بس النورمال رياكشن هو تبرم وجهك. بس قد ما I was under هيك the spotlight وستريسد يعني لا بيتهيك بالغلط I was too stressed. I was like oh my god يعني اذا كان بدو يربحوني ما خير يربحوني. فبس هيك قلت He was like, oh, ça va, ma choupette, ne t'en fais pas. I was like, ma choupette. ليه مش انت مقفل الباب يعني مثلا. ايه صح؟ عن جد. عن جد. حق عليك. يزمن ما يقربون لك عليك. Thanks. شفتي. لارا, again, it was an amazing episode. وين فيهم لقوك العالم؟ On social media or... On social media, ايه. هلأ بلشت a new YouTube channel. نزلت one cover with the person غنيت دودو بالباتلز. حلو. سوبر حلوة طالعة. شو اسم اليوتيوب شانل؟ لارا بو عبدو. تيك توك لارا بو عبدو. انستغرام لارا بو عبدو. ايه ميلي كتير منيح. Thank you للدعاء. لا ابدا guys. اذا بعدكن عم تحضروا بعد ما نكون عاملين سبسكرايب الكبسة عملي هيك عش عملية الشمال هن اليمين تبعه شو الشمال؟ ايه لفت هيك. الكبسة هون. اوكي بفتكر فيكن تشوفوا راسي هون, فيكن تكبسوا على راسي. رح ارجع اذكركم باخر الفيديو. إذا بعد ما نكون عاملين سبسكرايب عملوا سبسكرايب و there's a bell that you can press بيطلع لكم notification وقت ينزل episode جديد. إذا بعد تكون عم تحضروا بدكم تسمعوا other podcasts or this podcast بدكم ترجعوا تسمعوا ما بعرف ليش يمكن or لي بعدها it's going to be on Anghami, Spotify and Apple podcasts. كل شيء is going to be in the description. كل اللينكس تبع لارا are going to be in the description. I love the episode. منشوفكم next Saturday. يمكن نغير السكيدجول بس منشوف. I guess منشوفكم next Saturday. وجهي هون بس وكبسة. Subscribe. I love you all. See you next week.